غالبا يعني. ما نص ساعة. طب يلا نشوف لو حد رن علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيفكم يا جماعة، أخباركم إيه؟ الحمد لله دكتورة. يا رب دايما. كيفك يا خديجة؟ الحمد لله. كيفك دكتورة، شو أخبارك؟ خليك الحمد لله. إزيك يا أستاذ عبد الرحمن؟ الله يسعدك يا دكتورة، حياك الله. يا رب يكرمك يا رب. مليح اللي طلع الصوت. كان في مشكلة ليه؟ لا والله عندي المشكلة كانت شغالة على اللابتوب، لأني بس اللابتوب مش شابك كويس، فاضطريت أرجع أشبك على التلفون. ما أنا برضو ليا يمكن 10 دقايق ربع ساعة قبل ما شبك، والله مطلع عيني شوي. يلا الحمد لله. يلا الحمد لله. الله خير. يا رب يا رب. هذه أحمد جاي. الشباب المفروض عارفين من امبارح إن معادنا على 6 إن شاء الله. دكتور تغير الوقت، بس عندكم تغير وعندنا تغير. عندكم قد إيه دلوقتي، الساعة كام؟ عندنا الساعة 7 الحين. أنتوا زي توقيت الصيفي هنا. إيه دكتورة ما يتغير. يلا خلاص، يعني احنا لما بنبعت على توقيت بتبقوا عارفين ان قصدنا بيه عندنا، ها؟ عشان يعني تمام دكتوره. لان صراحه يعني ما عنديش فكره بالظبط عن فرق التوقيت عن عندكم، فتبقوا واخدين بالكم من دي برضو. يعني مش بس لقاءاتنا على الزوم، برضو لو في اي بعد كده امتحان ولا اي شيء تبقوا عارفين. بإذن الله دكتورة. الأمور اللي تستوجب الوقت بالظبط، الالتزام بالوقت بالظبط، بواخدين بالكم. ربنا ييسر إن شاء الله. أدي أوسجي كمان. كيفك يا أوس؟ ويا أحمد. أهلا دكتور، الله يسعدك. أخباركم إيه، تمام؟ الله يسلمك. يا أستاذ عبد الرحمن. معك يا دكتورة. يلا خلينا نسمي لنا ونبدأ، واللي بيدخل يعني بسمح له. تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عارفين انه المساق اللي سجلتوا انتوا فيه المفروض نداوم فيه في المستشفى، اللي هو مساق الصحة النفسية عملي، ماشي؟ ولكن للأسف أتت الظروف انه مش هيزبط معانا، فراح نضطر نشتغل مع الأونلاين مع الشباب اللي غير موجودين في الأردن، ومع اللي موجودين في الأردن راح نكون إن شاء الله في الجامعة. بالنسبة للموعد، لموعد المحاضرة، هو مبدئيا راح يكون زي اليوم، لكن احتمال يتغير عليه فيما لو رأينا إنه في الجامعة كان في الإمكان إنه نعطي المادة كلها، أو إذا استجد إشي جديد. ماشي؟ طيب بريفلي بشكل بعد اذنك استاذ عبد الرحمن، يعني يا شباب اللي بره البلد هتتخبروا لو هيبقى في الامكان وان شاء الله ومتاح ان تبقى الشعبه كامله اللي بره واللي جوه في نفس توقيت اللاب، هتعرفوا الكلام ده وهيبقى على موعد واحد. ان كان الامور غير هيبقى ان شاء الله التنسيق بينا على الخميس والسبت، واديكوا احنا كلنا على الجروب وبيتم التبليغ ان شاء الله. طيب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا عارفين إنه
كمادة السايكاتريك أو المنتال هيلث الكلينيكال هي لا تختلف بشكل كبير عن المواد الثانية من ناحية إيش المطلوب منا، من ناحية إنما تختلف في الأريا اللي إحنا مندام فيها. فرح يكون في عنا سيمينارز مطلوبين، رح يكون في عنا امتحان، رح يكون في عنا كيس ستدي، رح يكون في عنا ريبورت رح نسلمه بالإضافة إلى الكير بلان. فكل إشي رح يكون عليه علامها من ناحية توزيع العلامات. بالنسبة للسايكاتريك احنا عنا انها بتتقسم لعدة اجزاء. بالله دكتورة ممكن بس شوي تتابعي معهم بس دقيقتين، اعطيني دقيقتين. طيب يلا. طيب هي مبدئيا زي ما نوه استاذ عبد الرحمن انه علشان تبقوا عارفين انه في ريكويرمنت معينه او في امور معينه بتقيموا عليها اللي منها وهنبتدي بيها ان شاء الله وهنتكلم فيها النهارده ضروري قوي السيمينار. في موضوعات ليها برايورتي ودي بتكون ماده السيمينار اللي بتتوزع عليكم. بيتحدد لها outlines معينة، يعني في عدة موضوعات، كل موضوع في outlines محددة relevant لهذا الموضوع بتحضروه. بنحط schedule اللي هو اللي واخد مثلا موضوع الهلوسينيشن امتى حيتم عرضه، اللي واخد موضوع الانتسايكوتيك امتى حيتم عرضه، بيتعمل يعني جدول زمني لمناقشة وعرض هذه الموضوع. ده بالنسبة لي جزء من الـ الأمور اللي انتوا بتتقيموا عليها السيمينار written وoral. لما بيتحدد ديدلاين امتى ترفعوه على المنصة علشان يتم تقييمه ووضع علامة عليه، يعني في جزء من العلامة على أو في علامة على جزء written وعلامة أخرى على البرزنتيشن. دي جزء. جزء آخر من الأشياء اللي بتقيموا عليها اللي هو الكيس ستادي. بيطلب منكم عدد معين برضو من الكيس ستادي. هنا مش الكيس ستادي هتتجاب وتتسلم وتترفع على المنصة ويتم تقييمها ريتن فقط، لا، برضو على مدار الفصل بكل شخص الطلب منكم طلب منه عدد معين من الكيس ستادي بيشرحها كأنه بالضبط يعني محاكاة للوضع داخل المستشفى. في المستشفى اللي بيحصل أو في كلينيكال إيريا اللي بيحصل بتنزلوا مفروض كتمهيد من البداية بتعرفوا الاسسمنت ازاي بيتم، وده هنشرح ان شاء الله هنبدأ فيه في الشرح ازاي نعمل اسسمنت تحديدا منتال هيلث اكزامينيشن، ازاي نطلع البروبلمز المفترض او اللي وارد ان احنا نلاقيها على المريض بتاعنا، وازاي ان احنا بنشتغل عليها وبنعمل نيرسينج كير او نيرسينج كير تحديدا بيزد على الخطوات المختلفة من النيرسينج بروسس. تمام. فالكيس ستادي يبقى اول ايتم بتقيمه عليه السيمينار، ايتم اخر الكيس ستادي او عدد من الكيس ستادي. دي نقطه. كل التوبيك كل ايتم من دول على جزء الريتن علامه وعلى الجزء الاورال علامه. في ريبورت بيتطلب برضو عليه علامة، هنقول لكم الريبورت ده هيكون عن ايه، لانه هو المفروض انه فعليا دي تجربة مختلفة او تجربة الكلينيكال اريا مختلفة عن بقية المساقات او التخصصات الاخرى. يعني ما اعتقدش ابدا ان انتوا عندكم فكره غير لو كل واحد واجتهاده الشخصي عن شكل المستشفيات وشكل مرضانا. التخيل ده مش موجود في اذهاننا الا من خلال الميديا او الافلام. فاللي هيطلب هنحدد برضو او هيتعمل ديسكريبشن ريبورت المطلوب، مطلوب تعمله ديسكريبشن، مطلوب تعمله ريبورت وايه وصفه تحديدا. هل ريبورت عن الكلينيكال اريا، هل ريبورت من قراياتكم عن السايكاتريك بيشن، يعني هيطلب ريبورت وهيتوضح او هيتعمل له ديسكريبشن عشان تبقوا عارفين تجهزوه وتحضروه ازاي.
بالإضافة طبعا للامتحانات، وكلنا عارفين ان الامتحانات عشان انتوا برا فهتكون اونلاين ان شاء الله مبدئيا كلامنا عن الميد، ووقت الفاينل يحلها ربنا، بس نبقى جاهزين علشان الوقت بيجري بيننا بسرعة، فبالتالي وارد جدا فنلاقي ان الامتحان الميد يعني نبلغ بتوقيته، فلازم نبقى عاملين حسابنا. عاملين حسابنا في ايه بقى؟ ايه هي المادة او ايه هي التوبكس اللي هندرسها عشان تكون مادة الامتحان، سواء كان ميد سواء كان فاينل. الفوكس عندنا على موضوعات السيمينار، كل سيمينار بيتاخد بيتشرح بيتقدم وبيتفهم صح، لازم نحضر كل الموضوعات، لازم يبقى لقاءاتنا كلها على الزوم نبقى حاضرينها، ما نفوتش لقاء، لانه وقت تقديم السيمينار مهم جدا زي اي محاضره عاديه، مهم جدا ان احنا نفهم الماده اللي بيتم عرضها وشرحها، علشان خاطر هي دي اللي هتكون غالبا ماده الاختبار. تمام، اللي انا قلته انتم معايا فيه؟ معاك دكتوره، معايا معاش دكتوره معاش. طيب في لغايه دلوقتي اي استفسار او تعليق على اللي انا قلته؟ لا دكتوره. طيب يبقى الخلاصه دي كلها بدايات انترودكشن، بس الخلاصه اللي هو تحديد ايه النقاط اللي هيتم تقييمكم عليها. 1 سيمينار ريتن اورال، 2 ستادي ريتن اورال، 3 ريبورت هيتعمل لكم ديسكريبشن عليه عشان تبقوا عارفين تعمل الريبورت ازاي وعن ايه، 4 الامتحانات الميد والفاينل. لو في اي شيء استجد، لان هو الطبيعي بقى انه مع نزولكم كلينيكال يكون في ايفالويشن للكوميونيكيشن بينكم وبين المرضى، والاتيتيود بتاعكم شكله ايه داخل الكلينيكال اريا، كلينيكال اريا اجمالا، سواء كان مع المرضى سواء كان فيما بينكم سواء كان مع الستاف، قصة الالتزام والحضور والغياب والمشاركة، كل ده كان من المفترض انه بيبقى عليه جزء من العلامة، على اساس ان انتوا قدام عينينا وبتنزلوا بالفعل الكلينيكال اريا، وبيتم ايه بيتم ملاحظتكم وتقييمكم على هذا الاساس. لكن بما ان احنا دلوقتي يعني بنتواصل من خلال اونلاين من خلال الزوم، فبالتالي ما فيش الفرصة متاحة تنزلوا طبعا الكلينيكال اريا وده الوضع الحالي، فبالتالي الجزء ده مش موجود في التقييم زي المعطيات. طيب ده بالنسبه لي بالنسبه لتوزيعه الايفالويشن للعلامات اللي تخص مادتنا. طيب دكتوره، قبل ما تقول حد عايز يسال، حد عايز يسال دوام بالجامعه يعني؟ نعم يا أوس اتفضل. بحكي انه ما في دوام بالجامعه يعني؟ لا يا أوس، انت وخديجة اوعى تفهم الامور غلط. شوف يا أوس، انتوا شعبة واحدة، 10 طلاب للحظة اللي احنا فيها، 8 برا البلد، 8 برا البلد، تمام؟ 2 اللي هو انت وخديجة موجودين معانا في الاردن، فبالتالي انتوا لقاءاتكم من خلال وجودنا في المختبرات اللي هو يوم الاثنين والاربع من الساعة 8 ل 11 الصبح ان شاء الله. خلاص، اما زمايلك اللي بره البلد فهيكون اللقاءات من خلال اونلاين من خلال الزوم مع الخميس السبت، بس قلت تحضروا معانا النهارده على اساس ان انت ما كنتش موجود يوم الاثنين اللي فات، واستاذ عبد الرحمن كان عنده عذر فما ما كانش فيه محاضره او ما كانش فيه مختبر يوم الاربع، فبحيث انه المعلومه اللي قلناها النهارده يبقى وصلت للكل سواء. تمام ان شاء الله. ماشي الكلام؟ اي استفسار اخر؟ اي استفسار اخر؟ طيب خلينا نشوف السيليبس ايه تاني ممكن نعلق عليه. دكتورة حكيتوا عن الديسكريبشنز بشكل عام، الايتمز اللي هيقيموا عليها السيمينار والكيس ستادي والريبورت. عايزين نبتدي بس معاهم دلوقتي، لو اشوف اقول لك اي تعليق او اضافه اتفضل. لا دكتور، بس لاني ما هلا قبل شوي اجيت فما عرفتش ايش حكيتي يعني انت. ما انا بقول لك انا تعليق على الايتمز اللي هيقال الايتمز. يعني حكيتي لهم عن الكيس ستادي، وحكيت لهم السيمينار، وانه كل سيمينار هو يعتبر الماده اللي راح نشرحها، وهي اللي راح تكون من ضمن الماده اللي راح تدخل معنا في الامتحان.
ده مؤكد خلاص الجزئية اللي وصلت لهم تفضل. نعم اللي هم في امتحان الميد والفاينل. هلا بالنسبه عنا اللي هو الكورس ديسكريبشنز بشكل عام، هلا انتم بتعرفوا انه مريض السايكاتريك هو زي اي مريض تاكل، لكن بيختلف من نوع التشخيص او بنوع المرض اللي موجود فيه. هلا بدنا نعرف احنا عنا الفيزيكال الايموشنال الالنس كوزز الثوتس الفيلينجز، هاي كلياتها لازم نعرف شو معناها وشو تفاصيلها وعلى ايش كل واحدة لازم يكون على ايش كل واحدة بتختلف عن الثانية وبايش نركز فيها. هلا هي الامر نسبي ما بين مريض ومريض، فما بيكون عندنا مريضين بيشبهوا نفس المرض او نفس الساين والسيمتومز، تمام؟ لانه مريض النفسي في بعض الاعراض بتكون موجوده عنده مش زي اي مريض ثاني موجود عندي في الاريا. وللاسف للاسف جزء حكت لك الدكتوره فاطمه انه احنا لما نتم تقييمنا على المرضى اللي بيكونوا في الاريا في المستشفيات ونشوفهم نتعامل معهم حتعرفوا ايش الماده وايش الفرق فيها، لانه نوعا ما الماده هي تختلف عن كل مواد الميديكال اللي بناخذها بشكل عام. هي ممكن انك تشوفها فقط من ناحيه انه احضر فيلم او معلومه طبيه او مثلا فيديو انا شفته او اجى واحد حكى لي عنه. هلا بالنسبه للموضوعات اللي راح نحكي فيها، اول شيء في البدايه بدنا نحكي على عن عن الريليشن شيبس بيننا وبين بين الكلاينتس وبين النيرس، كيف لازم تكون، هل هي ثيرابيوتيك، هل هي تراست ريليشن شيب، هل هي قرب وهكذا. برضو بدنا نعرف عن البروسيس اللي احنا بدنا نشتغل معاها مع المريض، كيف بدنا نبلش معاه، كيف بدنا نبني علاقتنا مع المريض، تمام؟ بدنا نشوف السايكوسوشيال، بدنا نعرف الادابتيشنز، بدنا نعرف نعطي الدياجنوسيس للمريض. هذا الدياجنوسيس بينبنى عليه ديزيز معين او ساينو سيمتومز. مثلا لما نحكي عن السكيزوفرينيا بدنا نعرف شو هو السكيزوفرينيا، التايبس تبعون السكيزوفرينيا. المريض مثلا كان عندنا اللي هو اول موضوع عندنا راح ناخذه ان شاء الله في السيمينارات اللي هو الديليوجنز، بدنا نعرف شو هو تعريف الديليوجنز، التايبس تبعونه، كيف بينتقل المريض من 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 خلاله، كيف المريض بنتعامل معه او مريض الديليوجن كيف بنتعامل معه. فهمتوا علي كيف؟ ايش برضه بدنا في الانترفيو تبعت المريض بدنا نعرف شو الاسئله اللي راح نسالها للمريض. هذا راح يكون موضوعنا المحاضره القادمه، شو الاسئله اللي نسالها للمريض، كيف بدنا نحكي معاه، كيف بدنا نعرف انه المريض هذا عنده دايمنشيا، عنده ديليوجن، عنده هالوسينيشنز، عنده مثلا سويسايدال، او في بعض المرضى بيكون عندهم اجريشنز اللي هو العدائيه، سويسايدال اللي هي الانتحار. اوكي بدنا نعرف الانفايرومنت تبعته، برضه بدنا نعرف الديسوردرز اللي موجوده والانكزايتي. تمام لحد هون؟ جزء بحكي بسرعه، حد له اي استفسار يا شباب؟ تمام، حد له اي استفسار؟ بدونا بس اي ايحاء بس. اوكي طبعا. الان هاي الاستفسارات كلياتها، هاي الاستفسارات كلياتها تيجي بنطلع في خلاصه اللي هي الهيلث بروبريم اثناء لما نعمل applying للنيرسينج بروسيس. اذا هاي الخلاصه كلياتها اللي بنطلعها بتفيدنا انه كيف بدنا نطبق النيرسينج بروسيس اللي راح نحكي عنها ان شاء الله فيما بعد. ماشي لهون يا جماعه، هاي بشكل عام الكورس ديسكريبشنز وايش احنا بنستفيد من الماده وكيف بدنا نتعامل مع البيشنتس وكيف ان نميز بينهم. تمام، بالنسبه للمواضيع اللي راح تدخل معانا في السيمينارز راح اوزعها عليكم ان شاء الله، اللي هي الديليوجنز، الهالوسينيشنز، سويسايد اللي هو الانتحار، الاجريشنز العدائيه او اللهم صل محمد، الانتي سايكوتكس والانتي ديبريسنت بالاضافه للانكزايتي والدايمنشيا، واذا في مواضيع ثانيه راح الحقكم اياها ان شاء الله بعدين. تمام يا جماعة، يعني هم 8 موضوعات أساسيين حقق الأوبجكتيف للمادة يا شباب، 8 موضوعات أساسية ما ينفعش تدرسوا المساق عملي إلا لما تتعرضوا لهذه الموضوعات. المفروض إن هو كسيمينار وكبروبلم أنتوا بتلاحظوه على المريض. أوكي الآن الآن بالنسبة للمواضيع هاي راح يتم توزيعها عليكم بحيث إن زي ما حكت الدكتورة أو
أكيد حكيت لكم إياها وأنا مش موجود، اللي هي بحيث إنه نحاول ندرج فيها بسرعة، لأنه ما بنعرف متى ممكن يحطونا يحكوا لنا امتحان المد. أيوة، معاد الامتحان يكون في الوقت كذا، بحيث ما نلتحق في المواضيع كلياتها. فرح نبلش في الدليوجن اللي راح يكون معانا خديجة، راح تأخذ خديجة. أعطى الأسماء هلأ دكتورة ولا؟ تفضل تفضل، لو جاهز بالأسماء تفضل يا أستاذ محمد. أنا مجهزهم مبدئياً، يعني إذا في حدا عنده أي ملاحظة يعمل لي مداخلة. توكل على الله. هلأ الديليوجنز راح يكون أول موضوع عنا، فراح تقدم لنا يا خديجة كساسبة. تفضل. احكي دكتورة، احكي عادي. اللي كنت عايزة أقوله إنه خديجة تاخد الديليوجن، وبرضه حد من الشباب الأونلاين أساسي بالنسبة له لغاية ما نشوف إيه الوضع. أنا دكتورة حاط أحمد أنور. طيب خلاص، الله ينور عليك، ماشي. بعدني ما كملت. راح يكون خديجة وأحمد أنور. تمام. مبدئيا. تمام. ماشي. خديجة لأنه هي راح تكون معانا في اللاب. وأحمد أنور راح يعطينا إياه على الأونلاين. تمام، الله ينور عليك. ماشي ماشي يا أحمد، أنت معانا يا أحمد صح؟ أحمد موجود. إيه معاك دكتور. كويس ممتاز. يا أحمد، بالنسبة للموضوع في مواضيع عنا بحطينا لكم إياها على الأونلاين. هاي المواضيع لما نقرأها، لما تقرأوها وتشوفوها راح تعرفوا كيف تعملوا الديزاين، أو كيف راح تعملوا اللي هي الـ outlines. نعم، الـ outlines اللي موجودة عنا على الأونلاين راح نعرف من خلالها كيف تقدروا تعملوا السيمينارز ونتناقش فيه. هلا السيمينارز طبيعته راح نتناقش في السيمينار. السيمينار هو راح يتضمن موضوع المادة اللي بنحكي فيها، راح كلياتنا نتشارك فيها ونحكي فيها، تمام. وبالإضافة راح يكون عليه علامة إلك اللي هي من 20، صح دكتورة؟ جزء الريتن والأورال، تمام. أيوة، الجزء الريتن منها 20 علامة، تمام. والجزء الأورال منها، يعني أنا بس أخذ السيمينار بقيمه وبشوف كيف هو وبحط لك علامته من 20، تمام. هلأ الجزء الأورال منه أنا راح أصير أسألك، أو من خلال الأسئلة اللي نطرحها ومن خلال مناقشتنا للسيمينار راح يكون عليه 10 علامات، وهذا راح يكون الجزء الأورال منه. فهيك بنكون تممنا 30 علامة، اللي هي علامة المد اللي بيطلبوها منا التعليم العالي في البداية، أو السكاجولز المطلوب منا. وارد بعد إذنك يا أستاذ عبد الرحمن، وارد إن هو ممكن يكون طالب واحد واخد أكتر من موضوع، فبرضو هيبقى نفس القصة، يعني في حدود 30 علامة كل. أي بالضبط. نعم. نعم. تمام. فهاي كلياتها راح يكون من أول 30 علامة، راح يكون 20 علامة منهم على السيمينار، أوكي، اللي هو السيمينار ريتن بارت، وعشر علامات راح يكون على الأورالي. تمام يا جماعة؟ تمام أستاذ. حدا عنده أي استفسار، أي ملاحظة عليه؟ لا أستاذ لا. طيب ماشي، إذن إن شاء الله المرة القادمة راح يكون معانا خديجة وأحمد أنور يجهزون لنا موضوع الديليوجن. لو يوم النهاردة السبت، الخميس الجاي يا شباب، يوم الخميس القادم، الخميس الجاي خديجة جايز الأربعاء. متى يعني؟ يكون يوم الأربعاء. يا خديجة أنت تجهزي على الأربعاء وأحمد على الخميس في التقديم. شوفي خديجة، بلش اشتغلي فيه من هسا، لأنه خلال الأيام هاي ما أتوقع توزع عليكم أي سيمينارات، فمن هون ليوم الاثنين نكون مداومين، بتفرجيني الأوتلاينز اللي أنت اشتغلتي عليها في البداية ونتناقش أنا وياك في طبيعة الموضوع، منيح هيك؟ تمام دكتور، بس عن الديليوجن صح؟ عن الديليوجن، نعم. ده مبدئي. ده مبدئي. تمام. سيمينار عادي، تمام؟ إن شاء الله. شوف الاوتلاينز هتكون كالتالي، يعني مثلا انتوا الاثنين هتشتغلوا على موضوع ديليوجن، ممكن انتوا الاثنين الجزء الريتن تنسقوا فيه مع بعض، يعني توزعوا الجهد مع بعض، بس اللي هيفرق ان هتقدميه اورال انت في اللاب وزميلك هيقدمه اورال اونلاين، تمام؟ الاوتلاينز كالتالي، باك جراوند عن اوكي.
باك جراوند عن البروبلم نفسها اللي هو تعريف الديليوجن، الانواع ليها التايبس، تمام، المانفستيشن. دقيقه دكتوره عشان اكتب الاوت لاين ولا تكتبي لنا اياها انت على السيلابس؟ لا يا حبيبتي تفضل. مهمة قوي الديفينيشن، ومهم الديفينيشن يكون صح وكافي وكامل وكل حاجه صح، يعني يكون مظبوط، لان البعض للاسف بيجيب قشور عن الديفينيشن او باك جراوند عن المشكله نفسها. طيب دكتوره تقليني؟ نعم تقليني الاوتلاين اللي هشتغل عليه. الباك جراوند عن المشكله نفسها متمثله في الديفينيشن والتايبس، تمام، والديسوردرز اللي فيها الديليوجن، يعني ايه هي الديزيز او الديسوردر اللي داخل فيها بنلاقي فيها المريض عنده ديليوجن، والمانجمنت. وضح لهم بقى الله يكرمك يا استاذ عبد الرحمن النيرسينج كير بالنسبه للمشكله عشان يبقوا واخدين بقى اللي هي النيرسينج مانجمنت. طيب هلا في النيرسينج مانجمنت لما نحكي عن اي موضوع او اي ديزيز نتعامل احنا معه لازم نعرف منه شغلتين. من الشغلات اللي في النيرسينج مانجمنت بدنا نتعامل عليها اللي هي اول شيء نعرف كيف نحط الدياجنوسز اللي بناخده من خلال الهيستوري ومن خلال التايبس او من خلال كيف نتعامل مع البيشنتس، تمام. وبرضه بدنا من الـ من الـ من الدياجنوسز بدنا ناخذ اللي هم اللهم صل سيدنا محمد انا كنت بدي اشرح لهم اياه النيرسينج بروسيس كامل دكتوره مع لا انا قصدي بس تحديد الاوت لاينز عناوين بس اوكي. هلا لما ناخذ النيرسينج دايجنوسيس، في النيرسينج دايجنوسيس بدنا نعرف الفيزيكال بروبلمز اله او السايكاتريك بروبلمز اله، تمام. هلا من خلال الفيزيكال بروبلمز والسايكاتريك بروبلمز بده يكون في عندنا نيرسينج انترفينشنز. الانترفينشن نيرسينج انترفينشنز ايش الشغلات اللي ممكن يعملها النيرس من خلال السكادجولز اللي موجود عندنا ما يتعلق بهذا المرض بحيث انه نقدر اما نخففه او نقدر نعالجه، تمام. في الاخر في اخر خطوه حنعمل للمريض ايفالويشنز بعد ما نعمل له او بعد ما نعطي الانترفينشنز او الشغلات اللي راح نتعامل معاها مع المريض بحيث انه نوصل لنتيجه في الاخر اما يستطيع المريض انه يتعالج منها او نقدر نخفف عنه الاعراض بحيث يكون عنده قدره على الخروج الى المجتمع مره ثانيه واعاده تاهيله من جديد. دي الاوتلاينز الاساسيه يا جماعه. قد تختلف من بروبلم لبروبلم او من موضوع لموضوع، يعني مثلا موضوع ديليوجن الهالوسينيشن، الموضوعات البروبلمز دي الاوتلاين اللي هي ليها علاقه بالسايكاتريك بروبلمز دي الاوتلاينز الاساسيه. باك جراوند عن البروبلم نفسها، ديفينيشن، تايبس، ايتيولوجي، مانفستيشن، والمانجمنت والفوكس بالنسبه للمانجمنت على النيرسينج كير، تمام. ممكن موضوعات ثانيه بيختلف فيها الاوتلاينز شويه زي موضوعات اللي هي ليها علاقه بالسايكوتروبيك ميديكيشن اللي هي موضوع الانتي سايكوتكس والانتي ديبرسنت. تمام. اي سؤال او اي استفسار لغايه اللحظه؟ لا دكتوره. يعني دكتوره الاوتلاين خمسه، ديفينشن تايب ومانيفستيشن ديسوردر مانجمنت. تمام. ممكن بصي احمد ممكن ندخل عليها ميديكيشن. ما هي ضمن المانجمنت، تدخل في المانجمنت. المانجمنت شامل اي شيء، ممكن ميديكيشن، ممكن اي سي سي، ممكن سايكوثيرابي، يعني داخل في المانجمنت ما له علاقه بالتريتمنت اجمالا يعني او تريتمنت وغيره. تمام دكتور. طيب استاذ عبد الرحمن انت النهارده بس التوجيه لخديجه واحمد على الموضوع بتاعهم. ايوه بالظبط. نعم. طيب خلينا بس دكتور نشوف. طيب. ايش ممكن يصير معنا هلا؟ بدك اعطي توزيع كامل او اعطي برضه الموضوع الثاني؟ ايوه ده اللي انا قصدي فيه عشان يبقى احنا عندنا ستاند بوي.
واللي بعده يبقى هلا. نعم هلا مبدئيا راح يكون عندنا في الديليوجن راح يعملوا خديجه وانور. خديجه راح يكون يوم الاربعاء عندنا في اللاب، واحمد انور راح يكون على الاونلاين ان شاء الله يوم الخميس. تمام يا جماعه؟ تمام. ممتاز. الان الاسبوع اللي بعده راح ناخذ الهالوسينيشنز، وراح يكون راح يشرح لنا اوس بالاضافه الى محمود خليل. محمود خليل معانا؟ محمود مش معانا النهارده، بس ممكن نمسج على الواتس على طول. اوكي دكتوره، محمود عنده ظرف بيعتذر. عرفي اوس. تمام ان شاء الله. ماشي. لحظة شوي، هو محمود راح يحضر معنا في اللاب يا أوس؟ لا لا، محمود برا. محمود برا البلد. لأنه أستاذ بعتنا إياهم على الواتساب أحسن، هيك كل شخص بيقدر يشوف معين الثاني. يا خديج راح أبعت لكم إياهم، بس إحنا بنحكي مبدئيا مشان تمام كلهم. تمام أوكي. فهلا بنيجي للسويسايد. السويسايد راح ياخذه عامر العجمي. بتبلغوه يا عبد المحسن؟ موجود انا عامر. موجود، حياك الله. الله يحييك عامر العجمي. ان شاء الله راح يكون عندنا موضوع السويسايد، بتكون جاهز فيه الاسبوع القادم. تمام يا عامر؟ تمام ان شاء الله. حد وياي ولا بس انا بروحي؟ لا يوم الخميس القادم، مش هذا اللي بده يجي اللي بعده او السبت. معلش استاذ عبد الرحمن الله يكرمك. هالهلوسينيشن ما هو راح يكون عندنا هالوسينيشن. طيب ماشي خلص. هي شوف مبدئيا دكتوره، خليني اعطيهم كل واحد شو يشتغل. ماشي وناكد قبلها. ايوه بناكد قبلها. هلا عامر يعني تكتون ان شاء الله بالواتساب. في الواتساب وفي المحاضره ان شاء الله. عبد العزيز راح ياخذ موضوع الاجريشن. عبد العزيز راح ياخذ الاجريشن. صالح راح ياخذ الانتي سايكوتيك، والانكزايتي راح يحكي عنها ضاري، والديمنشا راح تكون مع عمر ابراهيم، وعبد المحسن راح يحكي عن الانتي ديبريسنت. تمام يا جماعه؟ تمام. بعد اذنك يا استاذ عبد الرحمن، في موضوع الوزدرول بيهيفير برضو ممكن بعد ما يعني اثناء يعني ما نقطع الشوط في الموضوعات دي نعمل برضو يعني لو حد مثلا واخد موضوع اقل شويه في الشغل عليه. بالظبط، بس برضو تبقى ضمن التوبيك يعني. لا هي موجوده ضمن التوبيك بدي احكي عنها. تمام. اللي هي الوزدرول سيندروم. راح نحكي او وزدرول بهيفير. ايوه بالضبط. راح نحكي عنها بعدين ان شاء الله عن طريق نعمل اللي هي assignment. راح تكون لها محاضره خاصه نطرح فيها مجموع من الطلاب يحكوا فيها. هاي برضو بتساعدكم في انه اللي مقصر في موضوع انه برضو يستعيد من خلاله علامات او يتم شرحه. تمام يا جماعه لحد هون؟ تمام يا جماعة. تمام. إن شاء الله. إذا هيك قدرنا نغطي أول 30 علامة المطلوبات عنا. نشوف إيش إيش تقسيم العلامات الأخرى. تقسيم العلامات الأخرى الثانية دكتورة فاطمة. هلا حكينا 20 علامة. لسه هنشوف الميد هيبقى عليه قد إيه على حسب بقى التعليمات ما هتصدر. بالظبط يعني اللي هي هنشوف المد قد ايه والفاينل عليه قد ايه برضو. تمام. ولسه عندنا الكيس ستادي، لسه برضو ماده بيقيموا عليها الكيس ستادي او الكيس ستادس اللي هتطلب منهم، يعني لسه في مجال. طيب اذا هاي هي، اذا السيمينار الكيس ستادي راح يكون عندنا امتحان اللي هو الميد اكزام. ماشي. وارد يا جماعه الامتحانات يبقى اورال وريتن. بالاضافه انه راح يكون في عندنا امتحان اورال،
وبالإضافة راح يكون عندنا اللي هو الفاينل إكزام. أيوة هيك مبدئيا في البداية هذول الشغلات اللي راح تتقيم عليها أو راح يعني توزيع العلامات راح يكونوا من خلالها. هلأ كيف طبيعة التوزيع؟ بتكو تصبروا علينا شوي حتى نبت في طبيعة توزيع العلامات، لكن البداية احنا حكينا اللي راح يكون مطلوب منكم شوف ايش في البداية مشان كل واحد بعدين يعرف وين علامته، على شو أخذ من 20 وعلى شو أخذ من 10 وعلى شو أخذ برضو في التوزيعات الأخرى حتى توصل للمجموع 100. واضحة يا جماعة لهون؟ واضحة واضحة إن شاء الله. في إشي تاني بدك تضيف فيه دكتورة؟ لا يعني مبدئيا على أول لقاء ماشي كان يهمنا الأسس اللي هم يبقوا عنده فكرة عن المادة، إيه موضوعات السيمينار، على إيه هيقيموا. إن شاء الله لقاءاتنا بأمر الله اللي بعد كده هيبقى فيها فرص، يعني ممكن نفتح في أكتر من سيشن، واحدة فيهم هنبتدي نتكلم عن الايتمز بتاعة الاسسمنت شيت علشان يبقوا عارفين ازاي بيتم عمل اسسمنت للبيشنت والدايمنشن المختلفة، وجزء اخر عشان الموضوع اللي هيقدموه اللي هو مادة السيمينار. لكن مبدئيا النهاردة ما يعني تعريف المادة والمطلوب ده بيكفي بتالي كجرعة مبدئية. خلاص تمام، معناته المرة القادمة ان شاء الله راح نحكي عن الاسسمنت شيت. الاسسمنت شيت اللي هو اللي هي الكيربلان ماشي، راح نحكي عنها ماشي، نشرح لكم اياها بحيث انه بعد فتره راح اطلب من كل واحد فيكم كيربلان او كيس ستدي يسلمنا اياها على الاونلاين ويرفعها على المنصه نعم. يا جماعه الخير الكورس سيلابس مع جميع الاوراق اللي انتم محتاجينها وطالبينها كلها راح تكون موجودة عندكم بإذن الله تعالى، أو حتى موجودة هي ناس هي أوريدي موجودة على صفحة المادة على المنصة. نعم موجودة على المنصة أول أوبشنز، هي دكتورة نفس أوبشنز المرة الماضية بالضبط، يعني أنتوا عندكم اللينك ما بيتغيرش تمام، اللينك موجود تمام. إن لم يكن مثلا أستاذ عبد الرحمن عايز يعمل لينك تاني برضو ممكن يدخل من خلاله لو في أي ظرف يمنعني، أو هنتفق مثلا على جلستين يبقى لينك للجلسه الاولى ولينك للجلسه الثانيه عشان يتم عمليه التسجيل، لان لو فتحنا في جلسه على نفس اللينك الاولاني بيبقى في مشكله في تسجيل الجلسه الاولى. تمام اللينك موجود، الكورس سيلبس اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي موجود، الاسسمنت شيت موجود، موضوعات المادة حتى نظري موجودة، المحاضرات موجودة عشان الناس اللي درست المساق نظري ونسيوا وعد عليهم وقت وعايزين يعملوا ريفريشمنت لمعلوماتهم اهديها موجودة، المادة نفسها كلها موجودة، بلس في لينكات لفيديوهات دي هنتكلم فيها بعد كده ان شاء الله، بحيث ان هيبقى في جزء من لقاءاتنا على مادة فيديو نكون اتفرجنا عليه ونبتدي ان احنا نعلق عليه. تمام تمام دكتورة تمام تمام تمام. يعني قصدها الدكتورة انه في بعض المواضيع مش راح نكتفي فيها اللي هو مادة نظرية ونضل نحكي عنها، ممكن انه نحضر فيديو ان شاء الله ونعلق على الفيديو اللي احنا رايحين نحضره ونشوفه. تمام على اساس يكون في سيميوليشن لحد ما. تمام طيب اي استفسار في اللي احنا قلناه لغايه وقتنا هذا؟ في اي طيب في اي مشكله تخص التوقيت كساعه يعني الساعة 6 مثلا، ولو في أي تغيير ما أكيد من قبل برضو هتبقوا إن شاء الله متخبرين، يعني لو في أي تعديل ولا في أي تغيير، لكن مبدئيا الساعة 6 دي سواء خميس أو سبت في أي تعليق عليها؟ طيب السيشن يا جماعة على وشك النفاذ، بقى فيها أقل من دقيقة إن شاء الله، إن كنا من أهل الدنيا لقاءنا آخر الأسبوع بالنسبة للناس الأونلاين، لقاءنا يوم الاثنين بالنسبة لخديجة وأبس. تمام؟ تمام دكتورة تمام تمام الله يعطيكم العافية. الساعة 6 بناسب الكل دكتورة. خلاص نتوكل، لو في أي شيء أجيب لنا لينك برضو للتواصل إن شاء الله. متى؟ خميس وسبت يا دكتورة؟ إن شاء الله.
الخميس والسبت الساعة 6 بتوقيتنا، يعني عندكم سبوها 7.